أجلت أوقات النوار رمضان، أجلت أوقات النوار رمضان، مهلا علينا كلنا والهام. يا 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 رمضان، عجلت أوقات النوار رمضان، مهلا علينا كلنا والهان. هذا الوداع، هذا الوداع، متى يكون الملتقى؟ فالقلب من شوق له ظمآن. هذا الوداع، متى يكون الملتقى؟ فالقلب من شوق له ظمآن. يا رمضان، بالله بالله لا تكن راحلا بذنوبنا، واصفح كما قد يقتضي الإحسان. يا 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 رمضان، رمضان شهر الصوم ولا وانقضى، أسفا عليه أسفا عليه جامع الأحباب. رمضان شهر الصوم ولا وانقضى، أسفا عليه جامع الأحباب. صباح الخير لك المشاهدي الأخباري السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا، بيوم جديد إن شاء الله يا رب هالأيام الفضيلة تكون خير وبركة وصحة على كل الناس، والله يبعث الأرزاق والراحة على قلوب كل الناس يا رب. بالأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك ينعاد عليكم بألف خير وأهم شيء بالصحة على كل الناس. صباحنا لليوم رح يكون فيه العديد من الفقرات، عم نطلع عليكم من مقهى المكتب، تابعونا اكيد. ولكن بدي صبح اول شيء على سمر. صباح يا سمر. صباحك ليكي، ان شاء الله بينعاد عليكي بالخير حبيبه قلبي، ينعاد عليكي وعلى عائلتك اكيد وعلى سوريا كلها بالخير والسعاده ان شاء الله. مثل ما حكيتي اليوم عنا العديد من الفقرات المتنوعه، اكيد ابقوا برفقتنا دائما بنهايه شهر رمضان المبارك. بتمنى لكم ايام تكون لتحقيق كل امنياتكم، واكيد يكون عيد مبارك على الجميع. تابعونا بحلقه مميزه بعد الفاصل. أولى محطاتنا يا سمر رح ننتقل فيها ونتابع التقرير التالي عن بعض المعلومات المنوعة. ببداية أخبارنا المنوعة على اليوم رح نكون مع خبر بيقول أن العفن على جدران المنازل يسبب أمراضاً مختلفة.
هذا ما أكده أحد العلماء بقسم الفطريات بكلية علم البيولوجيا بجامعة موسكو، على أن بقع العفن على جدران المنازل ليست مجرد عيب خارجي، بل تتشكل من خلال تراكم أنواع مختلفة من الفطريات المجهرية، وحذر من أن بعض هذه الفطريات مسببة للأمراض، أي أنها يمكن أن تتكاثر في الأنسجة البشرية وتؤدي إلى أمراض خطيرة مثل داء الفطريات والحساسية، ويزداد تأثيرها السلبي على الشخص الذي يعاني من أمراض مزمنة أو خضع لعملية جراحية، فهو في دائرة الخطر وقد يتسبب بالوفاة. كما أشار الخبير إلى أن المنظفات تساعد فقط في القضاء بشكل مؤقت على الفطريات. خبرنا التالي عن آثار فيروس كورونا، وحسب ما نشرته إدارة التعليم والدراسات الطبية في الهند، إنه على خلفية تفاقم انتشار كوفيد بدأ تسجيل عدد متزايد من حالات الإصابة بفطريات العفن الأسود، وتؤثر هذه العدوى الفطرية النادرة على الجيوب أو الرئتين. ويؤكد الخبراء أنه بعد ربط المريض المصاب بكوفيد بجهاز التنفس الاصطناعي تزداد فرص الإصابة بهذه العدوى الفطرية. على سبيل المثال، في ولاية كوجارت الهندية تم تشخيص 40 حالة إصابة بعدوى العفن الأسود خلال الأسبوعين الماضيين، وتسبب ذلك بفقدان بعض المرضى أبصارهم. أما ختام أخبارنا المنوعة، اليدين الباردتين إلى ماذا تشير؟ حسب ما أكده طبيب الأعصاب الروسي بافيل خوروشيف، إن اليدين الباردتين إشارة دائمة إلى تشنج الأوعية الدموية في الجسم، ويمكن أن تعني هذه الظاهرة أيضا رد فعل الجسم على انخفاض ضغط الدم، حيث عند انخفاض ضغط الدم لسبب ما يعتقد جسم المريض أنه يفقد الدم في مكان ما بشكل جدي، وبعد ذلك يظهر تشنج في أوعية الأطراف للحد من تدفق الدم إليها، ويظهر التشنج قويا بشكل كاف لتصبح اليدين باردة. لها فقرتنا الطبية لليوم، كلياتنا أكيد منعاني بأيام معينة من احمرار بالعين، وهذا الأمر قد لا يشكل خطورة لكنه قد يشير إلى وجود مشكلة داخلية في العين، خاصة إذا كان مصحوب في بعض الأعراض. فما هي أسباب احمرار العين وكيف يؤثر أسلوب حياتنا على صحة العين؟ معنا الدكتور باسل فاعوري، اختصاص أمراض العين. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح نور. صباح الخير، انت بخير، ان شاء الله ينعاد عليك يا رب. دكتور، يعني بالبدايه كثير بنسمع احمرار عين، احمرار العيون، حسب ما يمكن مرض يمكن هو تحسس. خلينا نحكي شو هو احمرار العين بالبدايه. احمرار العين بشكل رئيسي هو عرض لمرض، يعني هو تظاهره لعده امراض مختلفه كلها ممكن تؤدي لحدوث احمرار بالعين. العين بشكل عام، يعني هذا اللون الأحمر اللي احنا بنشوفه تشريحيا بيتوضع بملتحمة العين، ممكن أحيانا يترافق باحمرار بالأجفان أو حواف الأجفان، بيتنفخ العيون ببعض الأمراض، لكن كلون أحمر نحن بنشوفه هو بيكون بالملتحمة. الملتحمة هي الغشاء الرقيق اللي بيغطي كرة العين، غشاء بيحتوي على أوعية دموية دقيقة كتير. عادة هاي الأوعية الدموية بالحالة العادية غير مرئية لأنها بتكون ناعمة كتير، ببعض الحالات بصير في عنا توسع بهي الأوعية، احتقان بهي الأوعية، تهيج بهي الأوعية الدموية، بتظهر بلون أحمر بدرجات مختلفة وبأنماط مختلفة من هذا الاحتقان. كل نمط أو حسب المرض المسبب أو المؤدي لهذا الاحمرار بيؤدينا لاحمرار بالعين مع أعراض تانية أو بدون أعراض تانية. والموضوع يعني طيف واسع من الأمراض، ممكن نوجزها أو نختصرها بمجموعة من الأمراض حسب ما ممكن يكون حدث عند المريض. أكيد دكتور، فجأة مثلا الأم بتشوف ابنها فجأة عينه بتحمر، يعني شو سبب الأطفال أنه عينهم بتحمر وبيظهر احمرار العين؟ وكمان للسيدات اللي بيحطوا عدسات لاصقة، يعني أحيانا مثلا عينهم تتقبل هاي العدسات وأحيانا أبدا ما بتتقبل، وبنفس الوقت بيصير عندهم احمرار بالعين. خلينا نحكي عن الأسباب للأطفال وللسيدات اللي بيستخدموا عدسات لاصقة. هدول حالتين خاصة، تنتين من الأسباب المؤدية إلى احمرار العين. الحقيقة ممكن نحكيهم باختصار هلأ.
بس رح وضحهم أكثر إذا بدي استعرض أسباب احمرار العين بشكل عام مشان تكون أوضح الصورة وأشمل. أكيد. الأسباب الرئيسية لاحمرار العين خلينا نقسمها لمجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي بتنجم عن الحساسية، وهذا مرض شائع ومنتشر جدا. الحساسية ممكن تكون حساسية دائمة عند بعض الأشخاص، ممكن تكون حساسية موسمية أو فصلية. الأطفال هدول أكثر شيء بيعانوا منها، يعني بيجونا الأطفال بمواسم معينة من السنة، خاصة بفصل الربيع وفصل الصيف، بداية فصل الصيف ببلش عندهم أعراض احمرار العين، الحكة بالعين، ظهور الدماع، ظهور مفرزات، مزعوجين من الضوء، ما بيقدروا يفتحوا عيونهم مزبوط، فالأم بتلاحظ على ابنها هاي الأعراض. هاي أعراض الحساسية أحيانا بتكون مرتبطة بحساسية عامة بجسم الطفل، يعني الطفل اللي عنده أكزيما جلدية، اللي عنده ربو تحسسي، اللي عنده التهاب أنف تحسسي، ممكن يكون عم بيعاني أيضا من التهاب ملتحمي تحسسي. طبعا بهالحاله الام لازم ما تتاخر على ابنها وتاخذه لطبيب عيون مختص يشوف الطفل ويحدد لنا يعني نوع الحساسيه الموجوده عند الطفل ودرجه الحساسيه ليبلش يحط له خطه علاجيه، لانه الموضوع بيتطلب احيانا فتره طويله من المعالجه تمتد لاشهر خلال فترات يعني بنسميها فصول التحسسيه او اشهر الموسميه للتحسس. المجموعه الثانيه من الامراض اللي بتسبب لنا حساسيه هي الأمراض الإنتانية، يعني التهابات الملتحمة الجرثومية، التهابات الملتحمة الفيروسية، التهابات حتى الملتحمة الفطرية، كلها بتسبب لنا احتقان بالملتحمة والتهاب. لكن هون الأعراض بتكون حادة أكثر، يعني خلال يوم أو يومين تتطور عنده الأعراض، بتترافق مع ظهور مفرزات مخاطية أو مفرزات قيحية من العين، بيكون في خوف من الضياء، الطفل ما بيقدر يفتح عينه بالشمس، حتى الكبار بتصير عندهم نفس الأعراض. هون ممكن تكون العدسات اللاصقة سبب لهي الحالة، يعني العدسات اللاصقة هي جسم أجنبي ملامس لسطح العين، إذا ما كان عقيم ونظيف ممكن يكون مزرعة أو مكان بتنمو عليه الجراثيم بسبب لنا هي الالتهابات. فلدائما نحرص على التأكيد على ضرورة العناية بالعدسات اللاصقة وتعقيمها واختيار النوعيات الجيدة، لأنه حتى فينا يعني نخص العدسات اللاصقة بخاصية أنه هي الالتهابات اللي بتنجم عنا عادة بتكون أخطر من الالتهابات اللي بتحدث بدون عدسات لاصقة. في نوعية معينة أو كتير أجريسيف من المتعضيات اللي بتهاجم قرنية العين حقيقة بسبب لنا إصابة خطيرة أحيانا بتكون بسبب العدسات اللاصقة. فإذا هي المجموعة نسميها المجموعة الالتهابات الإنتانية ممكن تكون سبب لالتهاب العين، وكمان هون استشارة الطبيب لنحدد هل هو التهاب فيروسي ولا جرثومي ولا فطري ولا في استخدام العدسات اللاصقة، كل واحد بيتطلب علاج مختلف. لكن هون بيتميز عن الالتهابات التحسسية أنه فترة العلاج أقصر، يعني أسبوع لأسبوعين عادة بتكون سيطرنا على الالتهاب وانتهت الحالة، لكن مثل ما قلنا بالحساسية الموضوع قد يتطلب العلاج لأشهر. من الأسباب الأخرى أو المجموعة الثالثة خلينا نسميها لأحمرار العين اللي ممكن تكون سبب واضح وشائع عندنا خاصة بهالأيام هو جفاف العين. جفاف العين بيحدث هالأيام أو صرنا نشوفه أكثر من أيام زمان للعوامل البيئية والمهنية اللي كنا عم نتعرض لها. الجلوس لساعات طويلة خلف شاشات الكمبيوتر، استخدام الأجهزة اللوحية، الموبايل، القراءة والكتابة لفترات طويلة، كلياتها بتخلينا عرضة لحدوث جفاف العين. جفاف العين معناها أنه كمية الدمع الطبيعية اللي عم بتغطي سطح العين وعم تحمي سطح العين وترطب سطح العين صارت غير كافية، وبالتالي صارت العين معرضة للهواء الخارجي، للحرارة الخارجية، للعوامل المؤثرة الخارجية، وهذا بيسبب لنا احتقان بالملتحمة أو تهيج بالملتحمة مع أعراض عدم ارتياح عند المريض. هي أعراض حقيقة مرتبطة بهي الظواهر، يعني بيجي المريض بيقول أنا بقعد على الكمبيوتر فترات طويلة بصير عندي تعب، بصير عندي احمرار، بصير عيوني يحكوني، ما بقعد أحيانا بترافق بصداع ووجع رأس. فلذلك هون يعني طبيعة عمل الإنسان مهنته بتكون واضحة كسبب لهي الحالة. طبعا الفحص السريري بيظهر لنا هذا الموضوع، بتبين العلامات على قرنية العين وملتحمة العين، بتظهر لنا الجفاف الموجود. هون العلاج بيكون أبسط لسه كمان، لأنه هو فقط عبارة عن تعويض الدمع اللي ناقص قدام العين بقطرات مرطبة للعين. تمام، هو العلاج اللي بيعالج لنا القسم الأكبر من هاي الحالات. بعض الحالات بتتطلب معالجات تانية لكن بتكون أقل. لحد هلا كل هاي المجموعات اللي ذكرناها بتعكس لنا أمراض بسيطة، يعني ما أنا أمراض خطيرة، شائعة كتير ومنشوفها يوميا. تمام. احمرار العين أحيانا بيخفي أمراض جدية هامة وخطيرة. مثل قد تكون احمرار العين علامة على التهابات داخل العين،
يعني التهابات اللي بتصيب قزحية العين أو السبيل العنبي اليوفيايتس. هي الحالات هي التهابات داخلية مناعية ذاتية غالبا، قد تكون ناجمة عن متعضيات، لكن بأغلب الحالات بتعكس مرض مناعي ذاتي. هاي الحالات تترافق مع احمرار عين، ألم بالعين، تشوش بالرؤية، صداع، عدم ارتياح واضح. بالفحص كمان بتظهر عنا غير الاحمرار اللي واضح بالعين واللي ناجم عن احتقان بالملتحمة، تهيج بالملتحمة، احتقان بالجسم الهدبي، بنشوف انه داخل العين في عنا ارتكاسات التهابية، خلايا التهابية، التصاقات، علامات بتشير على انه في عنا فعالية التهابية داخل العين بتتطلب تدبير جدي ومعالجة جدية. وايضا هون كمان احيانا بتطلب المعالجة تشارك ما بين طبيب العيون وطبيب أمراض المناعة الذاتية لحتى نحدد المرض الموجود ونعالجه بشكل كامل. طب دكتور، إمتى يعني المريض بيعرف حاله أنه هذا المرض ولا هي احمرار عابر؟ يعني حكينا يمكن حالات مثل مثلا صفقة الهواء، بتحمر شوي العين، بتروح مثل مثلا وضع مواد أو جسم غريب مثل العدسات أو مثل الرموش اللاصق إلى ما هنالك للصبايا، يعني بتحمر العين لفترة محددة وبتروح. هون العلاج كيف بيتم أو شو هي الإسعافات الأولية لازم نعملها؟ يعني كتير مننا بيهمل هذا الإحمرار لأنه خلص أوكي هو رح يروح، رح يستمر لساعات أو يوم أو يومين، هل هالشي صح ولا شو هو لازم نعمل؟ هلأ هون نقطة كتير مهمة، أنه كيف نميز بين الإحمرار العابر والبسيط وبين الإحمرار اللي ممكن يكون فيه مرض جدي. الحقيقة ثلاث أعراض أساسية المريض لازم ينتبه لهم لما بصير في عنده إحمرار بالعين. إذا في ألم بالعين، إذا في عنا حالات أو خوف من الضياء، إذا في عنا اضطرابات بالرؤية. بهالحالات الثلاثة المريض لازم ما يهمل موضوع احمرار العين أبدا ويراجع طبيب، لأنه عادة هون معناته صار عنا سبب آخر مهم داخلي أو عم بيأثر على العين وعم بيسبب لنا مشكلة احمرار العين بتطلب معالجة. هلأ بشكل عام إذا صار عنا احمرار بالعين عارض، الإجراءات بسيطة عادة. أول شيء نحاول نشوف إذا في سبب مباشر نحن انتبهنا له سبب لنا هالحالة ولا لا. يعني فرضا غبرة فاتت على العين، عرفنا أنه هون أنا كنت ماشي هوا غبرة فاتت لقلب العين، تهيجت العين، احمرت، صار عملت لنا حكة، فبهالحالة السبب واضح. منغسل العين بمي باردة، ممكن نستخدم إذا عنا قطرة بسيطة مضادة للالتهاب، ممكن نستخدم قطرة مرطبة. إذا حسينا الأعراض خفت وراحت وتكون القصة بسيطة ومش الحال، إذا استمرت ساعتها لازم نراجع طبيب. بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا بعض المهن الحرفية مثلا واللي بتطاير فيها ذرات أو غبار مثل الحدادين أو النجارين أو اللي بيشتغلوا بالحجر أو ما إلى هنالك، هدول ممكن يتعرضوا لدخول أجسام أجنبية للعين. هون كمان بيشعر المريض أنه دخل جسم أجنبي للعين. هون لا يحاول الشخص أنه هو يعني إذا حس في جسم أجنبي للعين هو يطلعه. في منهم بيحاول يستخدم محرمة أو بيستخدم أعواد تنظيف الأدنين أو أي شيء بيحاول هو يطلعها، لا يفضل أنت ما تطلعها، لأنه قد تكون سطحية وأنت تكون عم تحاول عم تطلعها تدخل الجسم الأجنبي أكثر لجوا أو سبب جرح للقرنية العين أو ما إلى هنا. دكتور، العين كيف بتقاوم الجسم الأجنبي؟ يعني أي حدا مننا بيدخل شيء بعينه وبنشوف أنه صار بزوايا العين بنحاول نحن نشيله، هو هذا الشيء كتير غلط، لكن كيف بتتم عملية المقاومة؟ ممكن يطلع لحاله بعد لحظة. العين طبعا بدها تدافع عن نفسها، يعني تعرضت لشيء غريب عنها فهي بدها تدافع عن نفسها. أول شيء حتفرز كمية كبيرة من الدمع محاولة منها لأنها تغسل العين. يعني إذا الجسم الأجنبي كان بسيط وعالي على سطح العين، بلكي هالدفقة من الدمع اللي طلعت من الغدة الدمعية إنه تطرح هذا الجسم لبرا العين. فهذا أحد أساليب الدفاع. الشيء الثاني بصير في عنا تشنج بالأشفان، يعني الأشفان بتصير عنا رفيف متكرر محاولة إنه كمان إنه هالجسم إذا موجود على سطح القرنية من خلال رفيف الأشفان إنه يروح برا العين. هاي كلها وسائل دفاعية من العين، لا يعني لا إرادية مثل ما بنقول نحن، الجسم بيفعلها. تتعزز المفرزات حتى المخاطية، بصير يجمع مفرزات مخاطية على المآق الأنسي والمآق الوحشي وعلى حواف الأشفان. كمان نتيجة زيادة المفرزات المخاطية من الغدد المخاطية الموجودة بملتحمة العين، كل هاي مثل ما قلنا هي وسائل دفاع من العين لتحمي نفسها. قد تنجح بإزالة العوامل إذا كانت بسيطة وسطحية، لكن قد تكون غير فعالة أو غير كافية إذا كان الجسم الأجنبي أو المؤرج موجود وبتطلب تداخل من الطبيب أو علاج خاص.
أكيد دكتور، في منهم بيعانوا من احمرار العين، فورا بيروحوا على الصيدلية بيشتروا الأطراد. خلينا نحكي شو هي الأطرة المفيدة لهيك وضع، إنه احمرار عين لوقت قصير. كمان نحكي عن العلاجات المنزلية الطبيعية، بيقولوا مثلا إذا احمرت عينك لازم تحط مثلا شاي أو بابونج أو كمادة باردة، أو أحيانا بيقولوا لك لا كمادة سخنة هي مفيدة أكثر للعين، شو برأيك الصح؟ هلا إذا بدنا نحكي بالمنطق الصح، إنه لما مريض عنده مشكلة احمرار بالعين وإزعاج يروح على طبيب بشكل رئيسي. إذا ما راح طبيب مثلا صابته المشكلة إذا مثلا بالليل، إذا ما قدر يوصل للطبيب أو صار عنده مشكلة ممكن يعني يستعين بالصيدلي ياخذ أطرات بسيطة. الأطرات البسيطة ممكن ياخذها هي أطرة مضادة للالتهاب وأطرة دمع صناعي. الأطرة المضادة للالتهاب لحتى إذا في جسم أجنبي مجرسم داخل العين نحاول نقاوم الالتهاب اللي ممكن ينجم عنه. والأطرة المرطبة للعين لحتى تساعد العين على أنها تغسل هذا الجسم الأجنبي الموجود وتطلعه لبرا العين. هاي العلاجات البسيطة. لكن الخطأ اللي بيحصل أحيانا واللي بيكون أحيانا خطأ كبير وبسبب مشاكل كبيرة، لما بيستخدموا بعض المرضى الأطرات المخدرة. تمام. الأطرات المخدرة لسطح العين بعض الأشخاص بيجيبوها بدون وصفة طبية وبصيروا يقطروا منها. هي أطرة بتغش الإنسان، لأنه لما بيقطرها بيروح الشعور بالألم أو الشعور بالإزعاج، بيرتاح المريض لمدة نص ساعة أو ساعة، بعدين بيرجع الألم مرة تانية، بيرجع بيستخدم الأطرة مرة تانية وهكذا. المريض بيعتقد انه هالقطرة هي عم تريح له الألم، او انه عم بتروح المرض مع استخدام القطرة، ولما عم بيوقف القطرة عم ترجع الأعراض مرة تانية. هون الخطورة بتيجي من القطرة نفسها، لانه هاي المواد المخدرة إلى آثار سمية على سطح العين وعلى قرنية العين بشكل أساسي. وكتير شفنا حالات وصل الموضوع لتلين بقرنية العين وفقد المريض البصر نتيجة استخدام المزمن لهي الأطرات بدون وصفة طبية وبدون إرشاد طبيب. الدكتور، في بس أطرة بيحطوها بصالونات التجميل لزيادة بياض العين عند السيدات، خلينا نحكي عنها. هي دائما كل ما بدك تروح تعمل ميك اب المفروض يحطوا لك من هاي الأطرة، بيستخدموها لأكثر من سيدة. خلينا نحكي، هي هل هذا الشيء يعني بشكل الخطورة ولا عادي؟ هي تصفية اللون الأبيض. أيه. تمام. هاي الأطرات هي الأطرات المقبضة للأوعية. نحن مثل ما قلنا من شوي إنه يعني الملتحمة فيها أوعية دموية، ولما بيظهر اللون الأحمر بيكون ناجم عن احتقان هاي الأوعية الدموية. تمام. في أطرات موجودة هي عبارة عن مقبضات وعائية. هاي المقبضات الوعائية لما بنستخدمها على سطح العين بتتقبض الأوعية الدموية وبيختفي هذا اللون الأحمر من العين. تمام. هاي الأطرات مفعولة مؤقت عادة، يعني ساعة ساعتين ثلاث ساعات كثير أربع ساعات وبعدين بروح مفعول الأطرة. هلا بمناسبة معينة لسبب ما ممكن نستخدم هاي القطرة، لأنها بتريح العين من هذا المنظر المحتقين لبين ما هالإنسان يقضي الشيء اللي عنده. تمام. لكن بعد هيك القطرة رح يروح مفعولة. هي ليست قطرة علاجية أبدا، هي قطرة عرضية، يعني فقط الاحتقان الموجود بتساعد على أنها تخفف منه، مفعولة لكن مؤقت. إذا في سبب لهالإشكالية هي حيضل السبب موجود. هي ممكن استخدامها لفترات مؤقتة بس كمان مو لفترة طويلة أو لأشهر أو أسابيع، ما بصير. نعم دكتور، حكينا أنه الإحمرار ممكن يكون جزئي للعين وممكن يكون كلي، هل العين بتعدي عين؟ سؤال. والسؤال الثاني، هل ممكن ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم هو يؤدي لإحمرار بالعين، يعطينا هذا المؤشر أنه في ارتفاع بضغط الدم؟ تمام. ممكن فعلا الاحمرار يكون شامل لكل العين، ممكن يكون بجزء من العين، عين واحدة ما بتنعدى الثانية. خلينا نحكي بهالظاهرة أول شيء. بعض الحالات نزوف تحت الملتحمة اللي بتصير عنا بتظهر بشكل نقطة حمراء بالعين بالملتحمة بالناحية الأنسية أو بالناحية الوحشية، بشوف المريض بشكل نقطة حمراء موضعة، هذا ما نوع شامل، هذا اسمه احمرار موضع ناجم عن نزف تحت ملتحمة. هذا ما رح يعدي العين الثانية لأنه هذا نزف، يعني عبارة عن وعاء دموي نتيجة ارتفاع الضغط فيه لأي سبب إن كان، أو نتيجة فرك العين، يعني الحك الشديد، أو إذا عطس الإنسان عطسة قوية، أو إذا عنده إمساك أو عصب أو كان منفعل. الأوعية الدموية هون بتحتقن، وممكن إذا في عنا هشاشة بالأوعية الدموية بسيطة تفتح الوعاء الدموي يطلع نقطة دم وتنتشر بالملتحمة، مثل الظاهرة بتصير عنا بالرعاف أحيانا لما الإنسان بيرعف من أنفه، هذا هو السبب. هي ما بتعدي العين الثانية.
لكن بعض الاحمرارات الناجمه عن الحالات الالتهابيه او التحسسيه ممكن تكون بالعينتين. يعني ممكن الكاب الملتحم يجي بعين واحده، ممكن ينتقل للعين الثانيه نتيجه العدوى. هي عدوى بالايد مثلا ولا الأغلب. لا هي بتنعدى اوريدي؟ لا ممكن، يعني اكيد في العامل انتقل من العين اليمنى للعين اليسرى نتيجه نحن نقلناه بايدنا بمحرمه على المخده بشراشفنا باغطيتنا، ممكن ينتقل العامل المسبب من عين للعين وحتى للاشخاص الموجودين عندنا بالبيت. يعني كل التهابات الملتحمه خاصه الفيروس والبكتيرية هي التهابات معدية. فهون دائما نحن مريض بنصاب التهاب ملتحمي بنعرف انه هو جرثومي او فيروسي، بننبهه بنعطيه تعليمات انه انت اغراضك الشخصيه اطراتك ما حدا بيستخدمهم، مناشفك شراشفك مخداتك اطراتك خليهم بكيس نايلون، انت غسل ايديك لما بتستخدم الاطرات حتى ما تعدي العين الثانيه، ممكن تكون معدية هي الحالات. اكيد شكرا للدكتور لمعلوماتك القيمه، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا كثير دكتور. شكرا لكم. شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله بينعاد عليك وعائلتك بالخير يا رب. الله يسلمكم. شكرا لكم، كل عام بخير وانت بخير. وهلا يا ليه حننتقل الى الشام القديمه وتحديدا من امام المسجد الاموي، حيث بدا مشهد تحضير السحور مختلفا هذه المره بمشاركه هيئه مار افرام السرياني وجمعيه ساعد. تفاصيل اوفى مع زميلنا ماهر رجب. بهذه الروح المفعمه بالمحبه والعطاء كانت أجواء السحور في باحة مسجد بني أمية الكبير. السحور الرمضاني الذي أطفى عليه مشاركة كنيسة السريان الأرثوذكس بعدا روحيا ليس بغريب عن معالم المدينة القديمة وتاريخها. بهالفعالية صرنا 7 سنين على التوالي نشترك في الفعالية مع جمعية ساعد ومع جمعيات أخرى ومتطوعين شباب من كل الطوائف والمذاهب من كل الفئات الموجودة بسوريا. اشتراكنا هذا مش لحتى نعلن شيء جديد، إنما لنثبت على موضوع أنه نحن هاي سوريا هيك بنعيش، هيك تعلمنا عيشتنا قبل، مسيحي مسلم كلنا مع بعضنا يد وحدة، نفترش أرض واحدة ونعيش تحت سماء واحدة ونعيش في وطن حبيب اسمه سوريا، ونحن هيك تعلمنا وهيك راح نداوم. مبادرات كثيرة تشهدها أيام الشهر الفضيل تكللها محبة أبناء سوريا ليؤكدوا في عطائهم وتعاونهم أنهم أبناء البلد الذي علم العالم حضارة الحياة. أما هلا حننتقل للفقرة الصحية. دائما ليا بشهر رمضان المبارك بنتبع نظام غذائي أكيد معين لمدة شهر كامل، وقد يؤدي تغيير النظام الغذائي بعد شهر رمضان المبارك إلى مشاكل في المعدة وغيرها. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا أخصائية التغذية وردة جبوري. صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وردة. ينعاد عليكم، ان شاء الله يكون هيك شهر رمضان كان بصحة وخير. ان شاء الله ينعاد عليكي اكيد وعلى كل الناس. بالبداية يعني نظام غذائي مختلف بشهر رمضان المبارك، تخبيصات كثيرة وما بعد الصيام لساعات طويلة، نحن مقبلين الى العيد. العيد كثير بيكثر تناول الأطعمة والمعدة، صلى شهر هي متعودة على سيستم معين. خلينا نحكي كيف فينا نحن بالايام الأخيرة من شهر رمضان المبارك نهيئ جسمنا ومعدتنا على استقبال الطعام بشكل فوضوي خلينا نقول. تمام. هلا شهر رمضان هو بما انه نحن قطعنا النشويات او الاكل لعدد ساعات طويله، يعني نعتبره شبيه بالصيام المتقطع، فالمعده او الجسم بيتعود على انه يكون السكر او الانسولين بالدم هو مضبوط نوعا ما او منخفض، فنحن بنحاول بعد فتره الصيام وما نخبص بعدم تخبيص بالعيد انه نحن نحافظ على قدر المستطاع انه يكون سكر الدم مضبوط. هلا من بلش نحن انه نحن لازم نرجع لوجبه الفطور، لانه الغده الدرقيه هي غده صباحيه بتشتغل من 6 الصبح ل 6 المساء، فنحن كل ما فطرنا بشكل مبكر اكثر كان الحرق
أو سرعة الاستقلاب كانت بشكل أعلى. فنحن لازم نحافظ على وجبة الفطور ونرجع له بشكل مبكر، ويفضل تكون قبل العشرة. هلا نحن لازم نعتمد على أنه نحن ما ناكل حلويات أو ما ناكل شيء بيرفع سكر الدم أكثر، يعني ناخذ شيء اللي هو جلايسميك إندكس منخفض، يعني شيء ما بيرفع سكر الدم بشكل سريع، لأن نحن نضل ضابطين مثل ما كنا بشهر رمضان ضابطين سكر الدم بشكل أفضل. فنحن لازم مثلا بدل الخبز الابيض او الرز او الحلو الصبح اللي بناخده مع القهوه، نحن ناخذ برغل، خبز اسمر، من الفواكه نخفف شوي، تعودنا على التمر، على الزبيب، الشغلات اللي بترفع سكر الدم، صح هي مفيده بس هي بترفع سكر الدم بشكل سريع. فنحن نروح اكثر على الفريز، على التوت، هدول فيهم ما بيرفعوا سكر الدم بشكل اعلى، مثل كمان البردقان. يعني نحاول قدر المستطاع يكون الوضع سليم نوعا ما. هلا ما بتوقع يكون الوضع سليم بالعيد شهر كامل من الصيام. خلينا نحكي مثلا كلياتنا بنكون مشتاقين للحلو، بالاخص حلو العيد، لطقوس العيد المعينه اللي كل سنه نحن بنحييها. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، انه كيف الواحد فيه ياكل حلو العيد، فيه يستمتع بفطوره وبغداه وحتى بالعشاء، بس بنفس الوقت ما يزيد وزنه، ما يدر جسمه، ما يلبك معدته. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تمام. هلا بفتره العيد نحن اكيد ما رح نقول انه ما رح ناكل، لانه هي في كثير مغريات. رح ننتقل من الخبز الابيض للاسمر، اكيد ما حدا بده يلتزم بالدايت لا بالعيد. مو بشكل مباشر، نحن ما بنحكي يعني بعد فتره العيد. تمام. بس كمان مو يعني نحن مثلا لنفترض مثل اذا كنا عم نعمل دايت وجينا بفتره بدنا نكسر الدايت او بفتره الوجبه الفري، نحن اكلنا كميات كثير كبيره، فهو بالنهايه كل الشغل اللي اشتغلناه رح نرجع ننزعه. وكمان نفس الشيء بفتره العيد، فنحن اذا كنا نوعا ما محافظين على وزننا، ما عم لك انه نحن نزل وزننا، بس قدر المستطاع نحن محافظين على وزننا، واجا فتره العيد ونحن كثير اكلنا حلو بكميات ما انا مدروسه، خلينا نقول، فهو اكيد بالنهايه رح سبب زياده وزن. فخلينا نقول انه نحن رح ناكل حلو بس مو يعني بالصحون، خلينا نقول قطعه قطعتين. نحاول قدر المستطاع ما نبلش من وجبه الفطور هي وجبه التخبيص، يعني خلينا وجبه الفطور نحافظ عليها قدر المستطاع انها تكون صحيه قد ما بنقدر. تحاول الوجبه اللي فيها فري او وجبه الدسمه او وجبه العيد هي يا غدا يا عشاء، لانه يعني افضل هيك، لانه بس نبلش بيوم بنقول خلص انه هذا اليوم خلص وانا بدي كفي فري للاخر، فهيك قدر المستطاع بيكون الوضع مضبوط اكثر. خلينا نقول انه نحن اذا اكلنا وجبه فري يفضل انه نحن اذا فينا نمشي قبلها او نلعب رياضه لحتى الاستقلاب او الحرق يرتفع، وبعدها نروح ناكل وجبه فري على الاقل. هي يعني لنفترض النشويات اللي رح تطلع نستخدمها كمصدر يعني بس هيك بيقولوا اللي حابب يزيد وزنه انه يلعب رياضه وياكل. بعدين ياكل. تمام. يعني هلا عليك المعتقدات. تمام صح. تمام. بس هو انا ما عم بحكي فورا، انا عم تمام. بحكي في فرق بيناتهم ساعه ونص تقريبا. فنحن نلعب رياضه، نلعب اي شيء كارديو، وبعدها كارديو او مقاومه يعني نزيد كتلتنا عضليه، وبعدها ناخذ وجبه الفري اللي بدنا نعملها، يعني نرفع الاستقلاب اول شيء او الحرق، بعدها بساعه ونص نحن ناكل وجبه الفري او الحلو اللي حابين ناكله، بس ناكلهم باعتدال، هذا اهم شيء. نعم. وردي خلينا نحكي عن شرب المياه، كمان انقطاع ساعات طويله خلال النهار، وهلا بالشوب اكيد بيتطلب شرب مياه كثير، كيف فينا نرجع نعود نقص المياه؟ وهل السوائل المرافقة مثل الشاي، القهوة، العصائر هي بتعوض المي؟ عن المي. طيب هلا اول شيء بما انه نحن في كثير اشخاص بفتره الصيام يعني الشهر المبارك بصير عندهم امساك، فهو بيكون كثير الحل بيساعدهم على انه نحن نشرب كميات مي بشكل كثير كبيره، فهذا الشيء بيساعدنا لانه نحن معنا النهار بطوله وما عاد معنا 6 أو 7 ساعات، نحن بس بهي الفتره محصورين بالمي، وخاصه الاشخاص كمان اللي بيعانوا من مشاكل كلاوي نتيجه انه نحن ما عم نشرب مي كمان خلال فتره رمضان. فنحن اول شيء لازم نشرب تقريبا على الاقل 8 ل 10 كاسات للنساء و10 ل 12 للرجال، وخاصه هلا صيف فينا لحدود 12 ل 14 كاسه مي، وخاصه انه نحن هلا بعد العيد رح يصير في عنا فينا نقول احتباس سوائل. ليش؟ لانه نحن بفتره العيد رح نخبص، يعني رح ناكل كميات املاح او شيء فيه مقالي بشكل اكثر، فرح يصير عنا احتباس سوائل. فنحن لنتخلص من هي المشكله فنحن لازم نشرب مي ونزيد كميه شرب المي لحتى
نتخلص من هذا الاحتباس. هلا بالنسبه للقهوه والشاي والشغلات اللي فيها كافيين، هلا بما انه نحن بشهر رمضان حاولنا قدر المستطاع نحن نخفف او نخفف ادماننا نتيجه من الكافيين، ففضل نحن ناخذ شغلات مثل زهورات، بابونج، يانسون. هذول الشغلات الاول شيء بتساعدنا على النوم ولننظم نومنا بشكل افضل، وثاني شيء هي تعتبر يعني لها فوائد عديده. قد ايه لازم كميه المي تقريبا؟ هلا نحن قلنا انه نحن لازم نشرب المي صافي غير السوائل، هي تقريبا 30 ملي لكل 1 كيلوغرام من وزنك. يعني مثلا اذا نفترض الوزن 60 ضرب 30 يعني تقريبا نفترض لتر 800 لازم يشرب الشخص، يعني هيك بحدود كل واحد حسب وزنه. يعني هو الشخص الضخم اكيد ما رح ياخذ مي نفس كميه الشخص الاقصر، هو بتختلف من شخص لثاني. اكيد بعد فترة العيد في أشخاص كتير حابين يعملوا دايت بما أنه جينا على الصيف، كيف هي طريقة الدايت الصح أنت برأيك؟ يعني شو ممكن يعملوا بيومهم ليحصلوا على الوزن المثالي بفترة قصيرة؟ هلا هذا لكل شخص طبعا له نظام معين، بس اهم شيء نحن نحاول ناكل 4 لـ5 وجبات. يعني مثل ما قلنا وجبه الفطور ما لازم ننساها، نحاول نعتمد على يعني الشيء الجلايسيميك اندكس منخفض او الشيء اللي فيه كربوهيدرات معقده، كمان نحاول نعتمد على حصتين لثلاثه فواكه، نشرب لبن لانه هو الشيء اول شيء هو فيه تريبتوفان اللي هي الشغلات اللي بتساعد على الاسترخاء والنوم، وخاصة إذا قبل بثلاث أربع ساعات من ما ننام. كمان ما ننسى ناخذ بروتين لأنه نحن خاصة الأشخاص اللي صامت وما كانت عم تقدر تاكل كمية بروتين مناسبة بالكمية المناسبة اللي لازم تاخده، فنحن بنكون خسرنا كتلة عضلية، فنحن لنعوض هاي الكتلة العضلية لازم نرجع ناكل بيض قدر المستطاع، بقول او جاج او لحمه او حتى مشتقات البان اجبان. نعم تمام. ورده خلينا نحكي كيف فينا نحمي معدتنا من صدمه الاكل الزائد بايام العيد. يعني في كثير ناس بياخذوا دواء بيغلف المعده لحتى يحموها، ولكن ما بيأثر هذا الشيء عليهم. بلشنا وجبه فطور خفيفه ولكن راح يكون في صدمه للمعده، كيف فينا نحن نوقيها لهي المعده؟ تمام. هلا اول شيء نحن بدنا نرجع على الاكل تدريجيا، يعني نحن ما بدنا نرجع نقعد وناكل وجبه كامله، وكمان فينا نحن لنساعد الامعاء مثل ما كنا نحن بفتره الافطار نبلش بشوربات، فينا هلا بدل ما نبلش بشوربات او شيء دافي نحن نبلش بكاسه مي سخنه، مو بهدف التنحيف اللي كثير فاكرين عالم انه نحن اذا شربنا كاسه مي دافيه مع عصره ليمون هو بالنهايه رح ياثر ينزل الوزن، بس هو لا، هو بيريح الامعاء خلينا نوعا ما نستعد قدر المستطاع. كمان ما بننسى انه نحن المشي او الحركه هي اول شيء رح تساعدنا اكثر لانه نحن رح نرجع الكتله العضليه اللي صارت ناقصه، وثاني شيء لنستعيد نشاطنا قدر المستطاع ولحتى نرجع حياتنا متلائمة. اكيد. نعم. بدنا نصائح اخيره ورده لكل حدا عم يتابعنا اليوم، شو بتحبي توجهي نصيحه؟ هلا اول شيء بما انه نحن فينا نقول المذاق او الجسم الخلايا تعودت على قله السكر او على السكريات القليله، فنحن نضل بهاي الفتره محافظين قدر المستطاع على انه نحن ما نخبز، ما نتعب كولوننا بالمقالي وبالاكل اللي فينا نقول اللي ورا بعضه، ما ناخذ استراحات، نحاول قدر المستطاع ننظم وجباتنا ونشرب مي وننام بشكل نرجع لحياتنا العادية، لأنه كمان هرمون الجوع بينفرز أكثر بعدد ساعات نوم كافية. أكيد. شكرا لك وردة، شكرا لنصائحك القيمة. نحن أكيد بدنا نشكرك وبدنا نتمنى أكيد إن شاء الله ينعاد عليك وعائلتك بكل الخير. شكرا كثير لك. أما هلا مشاهدينا فخلينا ننتقل إلى المادة التالية وهي توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي وإكساد مع زميلنا ومراسلنا ماهر رجب. في سبيل تعزيز التعاون العلمي والبحثي لإرساء القواعد السليمة للتنمية المستدامة، وقع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مقر الوزارة للاستفادة من الجهود المشتركة لتنفيذ البرامج العلمية التطبيقية بين الجانبين. هذه الاتفاقية تضمنت إقامة بحوث علمية مشتركة
ما بين الباحثين في الجامعات والخبراء والباحثين في هذا المركز، سواء في المحاصيل الزراعية كما ذكرت أو الثروة الحيوانية والموارد الطبيعية، إضافة لذلك إقامة ندوات ومؤتمرات علمية وورشات عمل مشتركة في هذا المجال. وأيضا أن تشمل هذه الاتفاقية موضوع طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، بحيث يختاروا مواضيع هامة ضمن الواقع العملي وبإشراف علمي مشترك من الطرفين. الاتفاقية تنص على إجراء دراسات وبحوث وتجارب علمية متخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم الدورات التدريبية واللقاءات والمؤتمرات وتبادل الخبرات العلمية. ستكون هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الأساس الحقيقة في البحث العلمي التطبيقي والاستفادة من الخبرات والكفاءات والبحوث العلمية التطبيقية الموجودة لدى وزارة التعليم العالي، وأيضا تبادل الخبرات والمجلات والتأهيل والتدريب والتحكيم الحقيقة أيضا بالنسبة للخبراء في كلا الجانبين كمنظمة أكساد ووزارة التعليم العالي. المركز العربي أكساد هو منظمة عربية متخصصة هدفها توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمي الزراعي وتبادل المعلومات والخبرات. رح ننتقل أكيد للأعمال اليدوية. باقتراب عيد الفطر معظم الناس بيفكروا شو ممكن تكون الهدية المناسبة للعيد، والغالبية بيفضلوا أن تكون القطعة أكيد شغل يدوي وفيها ذوق وفن. لنتعرف أكثر شو هي الهدايا المناسبة بالعيد أكيد معنا السيدة رشا كشاكي. سعد صباحك رشا، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي رشا. صباحك. يعني بظل غلاء الأسعار بس بدنا نعيد، وبزينة ممكن هي موجودة بالبيت نرجع نعيد تدويرها. خلينا نحكي عن بعض الأفكار يلي فينا نستفيد منها بالعيد. ينعاد عليكم يا رب. هلا مثل ما تفضلتي وحكيتي، بظل الغلاء يعني مو كلنا عم نقدر نزين بيوتنا بالعيد ولا عم نقدر نأمن احتياجات اولادنا، ففينا باشياء بسيطه من البيت نفرحهم، بالذات بالعيديه. يعني العيديه الولد حتى لو كبرنا نحن بنضل نحب العيديه، بنحب اول يوم بالعيد بس كرمال هالعيديه. في كثير افكار فينا نستخدمها ونعملها مثل هيك شيء، مثلا لاول يوم العيد لنقدم فيها العيديه لأي حدا بنحبه، مثلا مثل برتكليت طريز نشتغله. تمام. والعيدية اللي كلياتنا بننطرها بالعيد. محطوطة. تمام. فكرة بسيطة كتير، عبارة عن قطعة خشب. شو بتعمل 500 هلا؟ بتعمل شيء بس هي زينة مع اللون الأزرق. وبتعمل هلا الولد شو ما كان بيفرح بالمبلغ. صح. يعني همه الهدية أكثر من همه المبلغ. أكيد. أكيد. شفناها منيحة الكاميرا؟ بينت صح. خلينا بس هيك نفرجي الفكره قديش هيك مهضومه. هي بسيطة ومهضومه وقليله التكاليف بنفس الوقت، حلوه ويعني اول مره بنشوف هيك فكره عن جد. بس انا كمان اللي لفت لي نظري اكثر انت الفرح والعيد، او انت الفرح والعيد. انت الفرح والعيد. هذا البوكس قديش حلو ينهدى بالعيد وينحط بقلبه، شو الواحد شو ما بده يهدي. في جواته قطع كمان يدوي. خلينا نفتحه. تمام. هو عباره عن بوكس خشب كمان شغلنا، رسم يدوي، في شوكولا، برتكليت تريز. تمام. وفي كمان قلادة من الورد الطبيعي مجفف ومطلية بالمادة الريزين، بتضل الوردة الطبيعية فترة كتير طويلة، فحلوة تضل هدية ذكرى. وحتى بس تفتحي الريحة كلها بتطلع بتبوع، بتلاقي شغلات كتير حلوة. فكرته بسيطة بس بنفس الوقت هي قيمة الهدية برمزيتها يعني وبالتفاصيل اللي فيها. وفي الواحد يحط اي شيء بقلب هالبوكس، يعني ما ضروري بس هدول الاشياء. كتير حلو. كمان خلينا نشوف شو جايبة معك يا رشا. كمان هدية للولاد، فكرة كتير لطيفة بما انه الدنيا شوب. هي بوري مثل كمان القطع الموجودة هنيك، وكمان فينا نحط جواتها العيدية. يعني ممكن اي ست بيت لتفرح اولادها باول يوم العيد، فكرة كتير حلوة ومهضومة، وشوكولا اكلات طيبة بالاضافة للمبلغ اللي كل اولاد بينطروا اول يوم العيد. فكرة كتير بسيطة كمان حلوة. هدول اصلا هن شوكولا. شوكولا، قطع شوكولا نفس السمارتي واكلات طيبة. كمان عم نشوفها بمجسم
هذا المجسم كمان لشهر رمضان صح؟ تمام. خلينا نحكي على البوكاء هاي، كيف خطر ببالك كمان انه هاي الفكرة تكون بالعيد؟ يعني نحن دائما نشوف الورود ب يعني عيد الام مثلا بالفالنتاين وهيك، يعني بمناسبات معينة. هلا الورد بكل المناسبات تمام. حلو، يعني باي مناسبة الورد افضل هدية بتكون، بتلاقي بالعيد بس العيدية ناطرين العالم. هلا في مع البوكاء في بطاقة هي كمان للعيدية، هي مع البوكا اللي بإيدك تمام، كمان بينحط جواته مبلغ مع إضافة هون بينكتب الاسم. فكرته كتير بسيطة بس لأنه يدوي ومشغول هون بتنحط للعيدية. تمام. فكرته كتير بسيطة ومهضومة وقليلة التكاليف، يعني فكرة حلوة كمان جديدة. أكيد نعم. كمان خلينا نشوف في شيء بيتعلق على الحيط يا رشا. تمام. كمان هدول كلهم هاند ميد. كمان كلهم هاند ميد. بس خلينا نعرف كيف الطريقة اللي فينا نشتغل فيها هاي الشيء من أسلاك معدنية أسلاك. وخيطان، هي قطعة خشب وأسلاك معدنية ممكن تتوافر بأي محل من محلات الأدوات المنزلية. طب علمينا إذا أي أم أو أي طفل عم يحضرنا هلأ كيف يحضروها؟ هلأ جبنا قطعة الخشبة تمام، الأسلاك المعدنية بس منجيب السلك ومن شكله على أي شكل، يعني مو شرط هلال ونجمة، فينا بغير أيام ممكن ورد ممكن نقلوب، أي فكرة ممكن تنشغل ونلف عليها بكل بساطة الخيطان بدون تلزيق كمان. أي طبعا لف لف وبس طرفها اللي بيتلزق، يعني كتير شغلتها سهلة وبسيطة وبتعطي منظر حلو للبيت. هلا ممكن تستقبلي حدا يقول لك انا بدي مثلا هاي الفكره، مثلا بدل بوكس انت العيد والفرح مثلا انه يكون انت العيد والفرح، او مثلا ام حابه تهدي ابنها مثلا بوكس، ممكن مثلا يقول لك انه انا هيك بدي الفكره، هيك الالوان، هيك التصميم، ساعدي وتصممي هذا الشيء. وقديش بتاخذي وقت؟ يعني هلا ما بقي للعيد بكره بعد بكره، يعني ممكن بيوم مثلا تخلص معك. هلا نحن بالعيد استنفار كامل بيكون باي مناسبه، نحن اكثر من حدا، معي كثير صبايا وشباب عم يشتغلوا، فأي طلب ممكن يتحضر بنفس اليوم. يعني مثل هيك فكرة، نحن مجهزين البوكسات بصفي الرسم، في صبية اسمها مروة بوجه لها تحية كمان شغلة كتير حلو، فدغري بطلب منها، بأخذ الفكرة من الشخص اللي عم يطلب الهدية منطبقها دغري على حسب الطلب، بس أكيد بضل في لمستنا الخاصة، يعني هو بيطلب فكرته وبيشرح لنا شو بده، بس بضل في لمسة خاصة نحن ما بنتنازل عنها، إنه نحن بنعمل هيك شو رأيك؟ ممكن أنا فكرته ما كتير تناسبني، ما كتير حبها، حاسة إنه بتلايم شغلي، بعطيه فكرتي كمان وبناخذه ونعطي لإنه يطلع شيء حلو. نعم. بالنهاية رشا خلينا كمان نحكي، بداخل أي بيت لازم يكون في كورنر، في زاوية، في أي شيء له علاقة بالعيد، أعطينا أفكار وألوان درج السنة وخاصة بتزيين البيوت يلي نحن اشتقنا لها بالبهجة العيد وللألوان أيضا. يعني السنة حسيت بالعيد أكثر، مع أنه الوضع الاقتصادي على الجميع صعب، بس العالم حابة تفرح، حابة تعيد، كتير حسيت في طلب على الزينة السنة، العالم حابة تزين بيوتها بعد فترة كتير صعبة مرت كورونا وحجر وهيك، السنة في عيد والعالم حابة. بالنسبة للألوان، الوان الفرح والعيد كلياتها، يعني ما في لون معين، الالوان البهجه بتعطي مثلا الاحمر الاصفر، حتى في ناس عم تطلب اكثر من لون، يعني بكون تشكيله الوان كامله بزاويه واحده. انت مع انه ينعمل طاوله وزاويه ولا لا تتقسم بكل ارجاء البيت؟ هلا حلوه الزاويه بالبيت، حلوه انه زاويه فيها خاصه بالعيد، يعني شوكولا والضيافه وهيك بالاضافه للورد والزينه، لا حلوه فكرتها. خلينا نحكي شو بيصير الاقبال، اكثر شيء اكثر شيء مطلوب، بما انه قلتي عندكم ضغط كثير الناس شو حابه هلا؟ هلا حاليا شغلنا اكثر شيء بالاكسسوارات اليدويه كمان هاند ميد، بالنسبه للتطريز عم نشتغله كثير، الورد الطبيعي، الاحجار، في عندنا قسم جلديات كمان اشغال يدويه، احذيه وحقائب، كمان فتره العيد عم ينطلب كثير، اجمالا يعني كل شيء عم ينطلب. نعم. رشا كمان كثير من الاشخاص صاروا عم يشتغلوا الشوكولا بالبيت وعم يزينوها بالبيت، في افكار جديده للشوكولا لتتقدم بالعيد وكيف طرق تغليفها بشكل هيك بيتناسب مع العيد وتنحط وتنصف بطريقه مهضومه؟ اكيد في كثير طرق، انا حاليا ما بشتغل بالشوكولا بس احيانا بينطلب مني، وفي صبيه كمان بتساعدنا بهالموضوع، شغلها كثير حلو، يعني ممكن عم نشتغل حاليا قطع هلال ونجمه خاصه بعيد الفطر وبرمضان، كمان فكرتها حلوه عم تطلع. تمام. خلينا نحكي عن الاسعار، هي الاسعار مناسبه للوضع والظرف اللي عم نمر فيه كنا، يعني مثلا اللي حابب ياخذ اي قطعه من عندك يعني ممكن تكون مناسبه برايك؟
هلا حاليا كل انسان له دخل معين له قدر معين تمام. في ناس انه مدخوله بيكون معين انه بتخلي بدي هديه، نحن كمان انه حسب مدخول الشخص وقدرته الماديه ممكن نطبق الهديه، يعني في مبالغ كثير بسيطه ممكن تطلع فكره كثير حلوه وجميله ومناسبه للمناسبه، مو شرط نتكلف. انا ضد انه الهديه تكون قيمتها كثير كبيره، لا بالعكس، في اشياء كثير بسيطه ما تكلفنا وتطلع وتعطي جماليه اكثر من التكاليف. يعني كل شخص حسب قد ايه معه بيقول لك انا معي هذا المبلغ، انه معي انا مثلا هالمبلغ بدي اطبق الحدود بتشتغلي له او بتعطي انا بصير اعطي افكار وقول له ممكن نعمل هيك ونعمل هيك، كل انسان عنده قدره فبنشتغل على هالاساس. نعم رشا، خلينا نشوف شو معك للاستغراض ما شفناها. هلا في هاي كمان هي نفس الفكره كمان. الهلال والنجمه كمان حلوه لزينه البيت، اذا عملنا زاويه كمان حلوه تنحط بعيد الفطر، وعم نشوف في كروت ايضا معايدات بافكار جديده، بس خلينا نفرجيهم لانه هدول يعني ما بدهم شغل. لا شغلتهم كثير بسيطه. في هاي القطعه كمان عباره عن اسلاك معدنيه تمام. اسلاك موجوده باي مكان، كثير كثير سهله وبسيطه، بتشكل كمان حلوه للعروس كمان. تمام حلوه للعروس وحلوه مع العيديه، هي فكرتها انه مع العيديه كمان هذا كرت ممكن ينحط جواته كمان المبلغ للعيديه، كثير فكرته مهضومه اكيد. والالوان كمان هي بتعطي بهجه، الوان العيد الوان البهجه. طيب مين بيعطي الافكار؟ يعني انتم مثلا فريق قد ايه عددكم انتم كفريق؟ يعني خلينا نحكي عن روح العمل الجماعي لحد ما عم تقدروا تطلعوا هيك قطع متميزه. تمام مين بيختار الفكره وكيف يعني بيتم التنسيق وامتى مثلا بتبلشوا لتنفيذها برايك؟ هلا احيانا كثير بيجي الشخص هو معه الفكره وحابب يشتغلها، احيانا انه بيجي حابب يقدم هديه، حابب يعمل شيء، نحن بنعطيه افكار، النت عم يساعدنا كثير، في كثير اشياء عم نحاول نطبقها بالصور، وفي افكار نحن عم نحاول نعملها جديده تكون، يعني نحن مثل ما حكيتي انه فريق كبير، كل واحد بيعطي فكره، نشترك كلياتنا مع بعض لنطبق ونعمل شيء حلو. الوقت عددكم انتم؟ يعني في الصبيه مروه بتشتغل رسم، في ميرنا لمروه اكيد، في ميرنا الدريم كاتشر وهالقصص هي بتشتغلهم، في اكثر من حدا، في لجين، نحن يعني كتار كل واحد اختصاصه بشيء. تمام رشا، يعني فريق كامل يعني عمره قليل، يعني قصدي عمركم بهيدا التيم تقريبا ثلاث سنين واثبتوا حالكم اكيد بافكاركم، نتمنى لك كل التوفيق. بالختام معايده بتحبي توجهيها لكل مين عم يتابعك ولكل مين بحب يعمل الهاند ميد؟ ينعاد على الجميع بالخير يا رب، وان شاء الله السنه الجايه تكون افضل على الكل، وبتمنى السلام والخير للجميع، وان شاء الله نكون الشغل اللي عم نشتغله عم ينال اعجاب الكل، وينعاد عليكم يا رب. وعليك السلام، نتمنى لك اكيد النجاح ولكل فريق العمل، وينعاد عليكم بالخير والسعاده، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه وبمناسبات سعيده اكيد. ينعاد عليكم، شكرا كثير. وعليك سمر، دائما الشعب السوري بجميع اطيافه وجميع فئاته العمريه بيتشارك الفرح، وبمبادره خاصه جدا وما بنشوفها غير بسوريا، تحديدا من كنيسه القديس نيكولاوس، حيث تم تحضير وجبه السحور وتوزيعها على المساجد. تفاصيل من تابعها مع مراسلنا ماهر رجا. من داخل كنيسه القديس نيكولاوس هكذا بدأ مشهد تحضير هذا السحور الرمضاني في ليلة القدر. بليلة القدر حبينا أنه يطلع الإفطار للمساجد وللمناطق المتضررة من كنيسة المزة. طبعا نحن يعني في رسالة حابين نوصلها أنه نحن كشعب لسه عايشين مع بعض ولسنا متعايشين، نحن عايشين وفئة واحدة، وسحور الجامع اليوم رح يطلع من الكنيسة. عم يشارك معنا طبعا اليوم فريق الكنيسة من الكشافة، عم يشارك معنا في الشباب من فريق مجد 2020، نحن تقريبا 150 متطوع هلا موجودين على الارض عم يشتغلوا، عم نجهز حوالي 10,000 وجبة سحور، راح تتوزع هاي الوجبات على عدة مناطق بين دمشق وريف دمشق، بعدة مساجد وعدة اماكن، منهم الديابية والحسينية وعلى عدة مساجد ضمن محيط دمشق. الفعالية تسهم في ترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي، وتؤكد على أهمية دور الشباب في العمل التطوعي. هاي السنة يعني برغم من الظروف اللي عم تمر فيها البلد، حبينا نجتمع مرة تانية لحتى نثبت انه نحن عايشين سوا، وعلى الرغم من كل شيء عم بيصير عم نقدر نساعد العالم. فريقنا وسنبقى في عنا كتير مبادرات على مدار السنة. يعني اشهر مبادرة بتصير على مدار السنة هي مبادرة كسرة خبز. هي المبادرة بنعمل فيها فطور وسحور،
هي السنة والسنة اللي قبل كنا عم نعمل سلات غذائية ونروح فيها على المناطق الفقيرة بريف دمشق. كمان عنا بعد رمضان في عنا على العيد نعمل كمان حلو عيد، وكمان مشان انه تياب او يعني اعانة الاطفال. على مدار السنة خارج رمضان كمان في عنا مبادرات، سواء انه نروح على دار ايتام او على يعني مساعد الاطفال. جمعية كنا وسنبقى او مؤسسة خيرية هي يمكن سابع او ثامن سنة نحن كل ليلة قدر بتم تحضير افطار اخواننا المسلمين داخل كنيسة مسيحية. هذا الشيء صفي عرف اكثر من ما هو عادي، فهذا الشيء وراءه في كثير ابعاد حلوة، انه نحن بتم تحضير سحور لمسلم داخل الكنيسة المقدسة. المبادرة يعني لقيتها من أحلى المبادرات، لأنه شيء عم يطلع من الكنيسة للجامع يعني شيء حلو بيشبه سوريتنا. بشكرهم كتير على الشيء اللي عم يعملوا، بشكر كل الفرق اللي موجودة واللي عم تشتغل، هاد الشغل من قلبه رب. في ناس من وقت الفطور فطرت هون وكملت شغل، مشكورين، وإن شاء الله كل سنة وكل الوقت يعني ما يوقف بس برمضان، هاد الشغل يستمر لأنه في كتير ناس بتستحق وبحاجة هذا الشغل. مبادرات كثيرة في أيام الشهر الفضيل يؤكد خلالها السوريون أن رمضان هو شهر الخير والرحمة واللقاء مع الآخر. هلا صار الوقت لمتابعة آخر الأخبار السياسية بسوريا والعالم مع زميلتنا شيرين يسع. صباحك يا شيرين. صباح الخير سمارة. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفصل. أصدر الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من حزيران 2021 وفقا لما يلي: الضباط المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31 من أيار 2021 ضمنا الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31 من أيار 2021 ضمنا، ويتم تصريحهم وفقا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم. ضباط صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من 7 سنوات ونصف السنة حتى تاريخ 31 من أيار 2021 ضمنا. تواصل قوات الاحتلال الأمريكي عملية السرقة للثروات السورية والمحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية. ونقلت مصادر محلية أن رتلا مؤلفا من 45 آلية من شاحنات مغطاة وسهاريج نفط وعدد من البرادات والناقلات برفقة سيارات دفع رباعية غادر الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء منزلا مأهولا بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء بينهم سيدة ورجل مقعد. وقصف طيران الاحتلال شقة في عمارة سكنية مكونة من 8 طوابق في محيط مسجد السوسي بدون سابق إنذار. المتحدث باسم الدفاع المدني بين أنه تم انتشال 3 شهداء بينهم امرأة مسنة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين غرب غزة، موضحا أن عملية انتشال جثامين الشهداء استمرت لساعات عدة. وفي خبر الأخير، أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة مواصلة مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي بلا توقف ومحاولة تحقيق خرق لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع إيران. وعقب اجتماع لوزراء الخارجية دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قال بوريل: تبقى هذه عملية دبلوماسية دقيقة ومكثفة للغاية، وأملك الجرأة لأقول أنني متفائل، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية مستمرة بلا توقف. نهاية الموجز، والآن عودة إليك سمر.
شكرا كثير شيرين، وفقرتنا الأخيرة ليومين. أكيد متابعينا مشاهدينا بفقرتنا الأخيرة، ما فينا ما نمرق بشهر رمضان المبارك وما نطل على المواهب الشبابية يلي لها حضورها، وخاصة إذا كانت موهبة من الصغر هي مرافقتنا بذاكرتنا بالأعمال بالأدوار المتقنة، حتى أنه تسمت هي الموهبة بالطفل المعجزة. ولكن على جنب، هذا الشاب بيكره الشهرة ولكنه هو درس بالمعهد العالي واتحدى الناس يمكن بأدواره يلي كان إلى وقع كتير خاص بين الجمهور وفاتت إلى كل البيوت السورية. رح نحكي أكثر عن المسيرة يلي بلشت من الصغر وكبرت معنا، رح نحكي أكثر عن نجاحه بمسلسل على صفيح ساخن برمضان 2021. بيصيرنا نرحب بالممثل سليمان رزق، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. فيكم صباح النور صباح الورد. ينعاد عليك. ينعاد عليكم رمضان كريم على الجميع. يسعد صباحك وينعاد عليك أكيد وعلى عائلتك بالخير والسعادة. بالبداية خلينا نبلش ونرجع لطفولتك، يعني ببداية مشوارك أكيد كان عندك أعمال متميزة مثل قتل الربيع، زمن العار، حاجز الصمت. خلينا نرجع لهالأيام، لو أبوك ما كان المخرج الكبير أكيد يوسف رزق، كنت أنت بلشت وكانت بدايتك مثل ما بلشت فيها أنت بهالقوة وبهالأدوار المتميزة؟ خلينا نحكي، كنت قدرت توصل للمطرح اللي أنت وصلت له اليوم؟ لا أكيد لا. لا يعني بجوز كانت فرصة انه في حدا شافني. يعني كنت موجود انا وصغير، بس بعتقد انه بسبب انه انا كنت اعمل دعايات لاشياء مختلفة، يعني مثل علكة مثل بونجوسة وهدول الامور، هذا الشيء خلى ابي ياخذني ويخليني امثل باول مسلسل اللي هو قتل الربيع. طيب اول عرض اجاك وقالوا لك بدك تمثل، انت كنت عايش اكيد بهذا الجو واكيد عندك حدا هو مثلك الاعلى من الممثلين اكيد من انت وصغير، ممكن بتحب اشخاص محددين. اول ما قالوا لك بدك تمثل ورحت على اللوكيشن، خلينا نحكي كيف كان الشعور؟ كثير حفظت؟ كثير كنت خايف؟ خلينا نحكي هيك كيف بلشت. الحقيقه كان عمري 4 سنين او 5 سنين، فما كثير بتذكر تماما شو كان شعوري، بس كنت ابن المنتج وابن المخرج، فكانت كنت كثير مرتاح. يعني الواحد ابن المدير بضل هيك ما عليه ضغط يعني زائد مثل باقي العالم يعني. وهذا الظرف اللي حطيت فيه انا مو ذنبي يعني، بس لا كنت مرتاح. وكان المعامله مع العالم مريحه جدا، بجوز يعني هيك مسايره لاني ابن المخرج والمنتج، بس كنت مبسوط يعني بالمسايرة. بس كثير في منشوف ممثلين وحتى اطفال حابين يفوتوا بمجال التمثيل، هن ربما اولاد ممثلين وربما اولاد مخرجين او منتجين، ولكن في عدد كثير كبير منهم هن هو ما استمر لحد الان، يمكن اخذ مشهد او مشهدين نعرف بوقت مؤقت وانسى. ففي فرق بين ما تكون من عائله داعمتك وبين موهبه زائد العائله. طبعا اكيد في موهبه في خبره، المفروض يعني يكون الواحد عنده موهبه بيكون منها خبره، من هي الخبره بده يكونها مو بس من حاله ومن الناس اللي عم تمثل معه ومن اخطاء غيره لحتى يقدر يوصل للي بده اياه، مثل ما انا يعني خطوه خطوه هلا عم. مع انه كثير في من الانتقادات اللي يحكوا لانك ابن او من عائله فنيه انت اخذت هالادوار يعني واسطه، هي بالواسطه يعني. خلينا نحكي عن ردك على هي الانتقادات اللي يعني واجهتها خلال السنوات يعني اللي مثلت فيها. خلينا نحكي بفتره كمان يمكن بصف التاسع انت وقفت عن التمثيل لفتره معينه وكمان برغبه من والدتك ووالدك، شو السبب؟ مع انه هن مثلا بنفس المجال بس بنفس الوقت بعدوك عن التمثيل. هلا بالنسبه لاول سؤال هي الواسطه، ايه واسطه صح تمام. كبيره كثير، بس بنفس الوقت هي سلبية كبيرة كتير. تمام.
واسطة انه اوكي في ناس ممكن تعرفني فقط، يعني ما في اقحام، يعني ما فيني انه اخذ دور انا لانه انا ابن فلان وانا ابن علتان، مو هيك بتصير الواسطة. الواسطة بتصير انه انا بنعرف، بس انا بنعرف اني موجود، صفت الباقي علي، هل انا استحق ولا لا. تماما. باخذ يمكن اول دور واسطة ممكن. تمام. 10 مشاهد، 20 مشاهد. يعني انت بترد على المنتقدين انك لو لم تستحق انت ما كنت اليوم سليمان رزق. مو لو لم استحق، لا لك حتى لو لم استحق فيني اخذ، بس انا ما رضيت. تمام. لانه الشغله اللي عايش مشانها واللي بدي تكون شغلتي لازم اكون انا منيح فيها لحتى اقدر اوصل للقمه، وغير القمه ما راح اقبل صراحه. يعني الواحد دائما بيحب يكون احسن شيء باللي هو فيه 100%. مشان هيك لا بالعكس، كان في فعلا دعم، بس هذا الدعم من الضروري انه الواحد يستثمر هاي الواسطه اللي هو يعني اوكي بالنسبه للناس. في واسطه اوكي. بالنسبه للناس انه اوكي عندك واسطتك، فرجيني شو بدك تساوي فيها، هل تستحق ولا لا. تمام. في هذا المعنى. وليش وقفت السؤال الثاني بصف التاسع؟ يعني والدتك ووالدك بعدوك عن الفن وهن بالساحه الفنيه؟ لا والله مشان الدراسه يعني كثير. لا كانوا بالعكس. تمام. كان قوي بده ما بده يعني فوت على المعهد، او ما بده يعني بده على القليل انه اقطع سنه او سنتين بحيث ما اثر على مسيرة دراستي، لأنه بظن أنه الخبرة هي المفيدة أكثر أحسن من الدراسة. يعني إذا كنت بدي فوت بهذا المجال الفني فلازم أنا أكون مهيأ تماماً لحتى أصير مخرج أو ممثل أو يلي هو بالمجال الفني. بس الفكرة أنه ما قدرت، الأفضل أنه أكون أكاديمي أحسن. برافو. مو قصة برافو، قصة على أنه أنا شوي ميال لأنه واحد يجرب يكون أكاديمي، يجرب على القليلة. يعني فيني هلأ أكون ممثل ب3000 مسلسل لو مكمل مع أبي وأبي مكمل مسلسل، بس لا ليش ما أدرس الشغلة اللي بحبها؟ صح أكيد. يعني أول شيء بدي أعرف القواعد تبعها بعدين أكسر هدول القواعد. صحيح. يعني وهي من الخطوات اللي هي يعني كلنا بنفتخر انه في انه عندنا هذا، اي حدا مننا عنده هذا حس المغامره وانه هو يكون ممثل كامل واكاديمي. خلينا نروح الى على صفح ساخن ونحكي على دورك، نحكي عن دراسه الدور، نحكي مين استشرت وكيف حضرت لدورك وكيف عشت بالحاله ونجحت فيها. ومبروك نجاح. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. مبدئيا استشرت، انا بحب امي والله. انا بحبها لامي جدا. الله يخليها. يعني كثير كثير شجعتني انه اعمل شيء بشكل احترافي. طبعا هي وابي لهم فضل جدا اكيد كبير. منوجه لهم تحيه كبيره. منوجه لهم تحيه كبيره. الصراحه بلشت اول شيء كنت بعرف القصه تبع النص من تحت لتحت، فانا قبلت فورا لانه كنت بعرف شو هو العالم اللي حاكين عنه بالمسلسل. كيف تعرف شو هو العالم؟ لا انا عرفت شو هو العالم قبل ما اقرا النص. اوكي. فانا وافقت فورا. هو عالم كثير كبير، وعم نشوف من خلال المسلسل والمشاهد عم نشوف في ظلم، في مال كثير كبير، مشان هيك كان تحدي. في شلاليه، في كان تحدي صراحه. وقديش مهم انه يتركز على هي البيئه. هي البيئه، انا ما يعني البيئه مو معروفه هي، وما كثير مخالطينها، ونحن بنشوف هوامش بس بالحياه 100%. ايه. بتعرف شو بلا ما اقطع حديثك، هلا صرنا مثلا انه نمشي بالشارع نركز انه انت انت شو يعني اي حدا جامع قمامه او بيشتغل بهذا المجال صرنا نطلع عليهم بزاويه مختلفه. ايه. كان بعد المسلسل وجهه نظر مختلفه. ايه صح. لانه خلينا صراحه نحن. العالم كثير 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 شيء كثير ظريف. انا رحت واشتغلت معهم وكان في فعلا خطر، بس
إذا كان بدي أعمل شيء بشكل احترافي لازم يكون الخطر متواجد وهي صعوبة التمثيل. وإنك طبعا تعيش الحالة. وإنه أول مرة بتسلط الضوء على هيك قصة على صفيح ساخن، خلينا نحكي كثير من المشاهد اللي أديتها، وآخر شيء كان في عندك مشهد إنك أنت عم تنتحر شنقان على صفيح ساخن، خلينا نحكي عن هذا المشهد، كيف قدرت تمثله بالشكل الصح؟ شو الجهد النفسي اللي قدرت يعني تظهره لكل المشاهد ليصل لكل بيت لكل حدا عم يتابعك؟ مشهد الشنق. تمام. هذا أصعب مشهد. يعني هو مو قصة. وأنت ما قبلت إنه هو يتاخد هيك بقصة تمثيلية، لا اخترت إنه عن جد يكون ينلف اللي يكون حقيقي. هلا هو أول شيء ما خلوني يعني. تمام. بس لا يعني اصريت بسبب إنه كان إنه مشهد إنه الشنق يعني الشنق مو سهل. مو سهل يعني مو سهل الواحد يكون او عفوا مو سهل الواحد يمثل انه هو عم ينشنق، لانه بيطلعوا اصوات غير طبيعيه، بيطلع ملامح وجه غير طبيعيه، فمستحيل نقدر نحن يعني مو نحن انا مستحيل اقدر اعطي هي الحاله لحالي، لازم هي الحاله بدها خبره وبدها تجربه. فانا كنت بدي اجرب بالبيت، فقلت لا ليش ما اجرب التصوير. المهم طلع النتيجة يعني. كيف جربت؟ تحكي لنا على شعورك، كيف جربت؟ حبيت شو هلا هي هلا شوف العالم ترجع تعيدها. العالم فكرت انه قالت شلون انشنق وعاش، هلا هي الحقيقة الواحد هو عم ينشنق بيعيش يعني شوي بعدين بيموت. تمام. ايه لا يعني قديش استمرت نحط سبع ثواني. تمام. سبع ثواني. هو الانسان الطبيعي بده 10 ثواني لل 15 ثانيه ليموت. وطبعا بجوز رقبته او بيصير كثير قصص. بس الفكره انه كنت يعني هو الشنق الحقيقي لازم يكون واحد مربوط. تمام. حلو؟ من ايديه ورجله وبعدين ومشدود كثير من رقبته. حلو؟ مشان يموت بسرعه يعني بما معناه. لا نحن كنت انا هذا هيك وبده 10 ثواني، فانا لا كنت حاطط ايدي ومرخي الحبل، بس امتى ما بدي برخي اكثر وامتى ما بدي بشد على حالي مشان ما اختنق فعليا. تمام. فطلعت الحاله حقيقيه وكان في ناس يعني مستعده فورا لتقيمني بس تحسني انه عم موت. هلا بجوز كنت متت صح بعد الشد. بجوز كنت متت. هي مرة واحدة جربتها لقطة واحدة. ثلاث مرات؟ ايه. بس بدها جرأة وفي عندك العديد من الأعمال المتميزة، خلينا ننتقل ونشوف الكليب بالتالي وأكيد بنرجع لك. اوكي. حلو؟ هو بس شوي كثير أول مرة أشوفك لابسة فستان. طيب يلا ما فيني أتأخر، هلا بيرجع أبي ما بيلاقيني. يلا. ايه ما قلت لي شو مناسبة هالعزيمة؟ ايه شو هاد؟ لك علي الحلال لا بلق من ساسك لراسك، الله محيي الاغاني. لك الله حيو الروت. الله. روح شي معلم. اطبع عضك على عيلك رواه، لك هذا فان ما منيح بنوك. والله مو القصد، انا قصدي ارفع شوفي فيه. يعني انا شاليت لي كم ليرة بعينونا. خلص انت زبط شغلك مع عياش وخبرني. طيب ماشي بأمري. تفضلي دوقي لي الفولات. بعدين تعالي هون شو الارنبي؟ انا قلت لي قربتوا ليه؟ حاجتك بقى. شو بدي ارنب اصلا؟ جاله تتعلم الصون العشره، ساعتها بفتح لك الباب مو الشباك. تمارا بلا اللي تعقل. يا تمارا طلع بجناني وما كنت بوعي. يا تمارا لا تشوفيني هيك، ما بتحمل، انا ماني خوان. يفضح عمرك شو عم تعمل ابن حمار؟ Thank you.
من بعد ما مثلنا ارتحنا نعرض المسلسل مثلك مثل الجمهور، عندك انتقاد لحالك، عندك يمكن نقد لاذع بيكون اكثر على حالك، واحد يمكن بينقد حاله بشكل بيمون لانه على حاله، عندك اعجاب بمطارح. خلينا نحكي كيف كان رضاك على ادائك وكيف عم تستقطب يمكن هذا النجاح من الناس. هلا الحمد لله انه كان في نجاح، يعني شافوا الناس هذا النجاح، كثير بقدر هذا الشيء، بالعكس كثير انبسطت انه عملت شيء انه فعلا قريب للناس. كيف متوقع؟ هذا اختبار؟ لا لا حقيقة لا، بس بنفس الوقت انا يعني مو تضايقت، يعني بس انه في احسن، في 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 احسن، في احسن من هيك، يعني بقدر اقدم احسن ان شاء الله، اقدر لقدام اقدم احسن، بس انه الحمد لله محبة الناس هذا فضل كبير يعني من الله، خلاني اثق بحالي لاقدر اعمل شيء لقدام، بس بنفس الوقت لا في احسن دائما. في احسن والله، كثير حلو الواحد يتقد حاله ليطلع دائما بالشكل الافضل. خلينا نحكي مثلت على صفيح ساخن بالاضافه للكندوش، كثير عم نسمع انتقادات كثير كبيره على هذا المسلسل على عكس على صفيح ساخن، شو السبب برايك؟ السبب انه كل مسلسل هو له خصوصيته، يعني هذا شامل وهذا اكيد حديث. عم تسمع اراء الناس انتقاداتهم، بس شو السبب الانتقادات الكبيره على هذا المسلسل؟ هلا شوف، السبب النجاح على صفيح ساخن هو القصه، النص، سيناريو، البيئه الجديده اللي فايتين له، طبعا غير الممثلين وكل العوامل اللي هي المسلسل ينجح. الكندوش هو مسلسل شامي، نحن ما تعودنا على هذا الايقاع من المسلسلات الشاميه، هذا الايقاع اللي هو قصه طبيعيه، قصه ما لها كثير، ما فيها كثير احداث خرافيه فانتازيه، يعني مثلا سكاكين وعقيد وفرنسيين وبواريد وبفبط، لا فيها قصص لا طبيعيه جدا، واقعيه حقيقيه من زمن العشرينات او الثلاثينات على ما اعتقد. فعلا كانت قصة انه واحد حرامي فات على بيت، هي كانت مصيبة وكارثة بوقتها، ما كان في هالمصايب اللي نحن بنشوفها على التلفزيون، ان كان بمسلسلات شامية شفناها ولا راح نشوفها حاليا. فهو لا، كان عم نحكي عن قصة حقيقية، انا كنت يعني كنت هو واقع كنت حاسس انه هو ظريف المسلسل بسبب انه فيه جو حلو، فيه لقطاته حلوة، فيه ممثلين عمالقة، فيه جو الأغاني، الأستاذ حسام تحسين بيك حطه هيك يعني فيه جو هيك كتير متنكن يعني حلو. الممثلين العمالقة بس توقف أنت قدامه مثل الممثل الكبير سلوم حداد، شو بيكون شعورك؟ هل بتزيد ثقتك بنفسك ولا هذا الشيء بيضعف لك قدراتك التمثيلية؟ شو بيصير معك؟ والله حسب حسب الممثل شو بيعطيني طاقة. الاستاذ سلوم حداد اعطاني طاقه رهيبه، خلاني احس حالي ناشر هوليوود، يعني خلاني احس حالي ملك. ليش؟ لانه هو عنده ثقه بحاله، بياخذ وبيعطي من الممثل، فما ترك لي مجال اني ما اعطي كل شيء عندي. كنت خايف اول شيء لانه في ممثلين مثلا يعني ما بيعطوا، بيحبوا انه انا بعمل اللي علي وانت شوف اللي عليك. بس في ممثلين تانيين فعلا كبار ونجوم، لا مهما كنت انا مبتدئ، مهما كنت ما لي علاقه بالتمثيل، فهم بيعطوا كل شيء وبياخذوا كل شيء. هذا الشيء الحلو اللي خلاني اطلق العنان بالشخصيه، يعني اخذ للاخر واكون مرتاح باقتراحاتي وبالارتجال، بتغيير اللغه والكلام، عرفت شلون؟ يعني على الممثل المبتدئ هذا الشيء واو. سليمان كثير من الشباب يمكن حاسدينك
على هاي الفرصة. صحيح. حاسدينك على هالنجاح، حاسدينك بجوز لأنه أثبتت حالك بدورك، كنت قد الثقة، كنت بعيد عن الواسطة، كنت الأكاديمي يلي عم يشتغل بحرفية. اليوم من بعد هذا الكلام المحاط ضمن الوسط الفني، ضمن هاي يمكن الوهرة يلي صارت، كيف منفكر لبعدين رح تصير الأدوار؟ كيف ممكن كمان ندرس الأدوار؟ صراحة ما في شيء اسمه ندرس الأدوار، لأنه لا هلأ حاليا بدي فرصة من الله يعني. أوكي. ما زلت بدي فرصة من الله، ما فيني اختار هلأ على كيفي. بجوز اقدر اختار، بجوز يعني اقدر قيم شوي الشيء اللي عم اختاره، بس لسه 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 لساتني مو مبتدئ، حتى مشروع مبتدئ. لانه صح في خبره قبل، بس خبره التعامل مع المخرجين، مع المنتجين، مع النصوص، يعني لسه ما في هالخبره. يعني انا اللي سويته هن اربع مسلسلات من 100 و200 و300 مسلسل، اللي هن عندهم خبره فيهم. يعني لا ما فيني اختار هلا. اليوم قد عندنا خريجين هن بحاجه ل يمكن فرص، وعندنا خريجين مثل ما شفنا على صفيح ساخن هن عن جد اثبتوا حالهم، وهن اولاد الخبرات الفنيه السوريه يلي كل العالم هلا عم ينشهروا وعم يستعينوا بالفنانين السوريين. هلا للاسف بسبب قله شركات الانتاج بسوريا، او قله الانتاج الدراما السوريه، مو كدفع كلا كعدد. يعني بمصر كل يوم في ممثلين جداد، بس بمصر في الاف شركات الانتاج، 100% والاف الافلام، بعتقد المسلسلات ما بعرف اذا في مسلسلات كثير، بس الافلام فاكيد دائما في فرص. هلا اتمنى انه كل حدا موهوب وبيستاهل ياخذ فرصه، لسبب انه انا بحاجه شركاء بيفهموا بالتمثيل. يعني اذا كان في حدا طلع بيعرف يمثل او عنده موهبه، فليش ما نقلصها لهي ليش ما ندعمها لهي الموهبه، ويكون شريكي واقف قدامي بالتمثيل حتى نقدر نصنع شيء منيح. بالعكس يعني، وانا عم ساوي شيء تمام على هذا الاساس. يعني عم حاول ساوي مشروع انتاج صغير. دائما الخريجين بيروحوا على المسرح. انا رايح على المسرح اجباري، تاخذت بالجو كثير لقدام، بس لا عندي مشروع ان شاء الله يزبط، يعني بظل المصايب اللي نحن فيها. هو مشروع انتاج صغير تمام، بدعم خريج المواهب، ان كان خريج، ولا ان كان عامل ورشات، ولا ان كان مقدم على المعهد ومو مقبول، ولا ان كان ما له علاقه. تمام. بدي احاول الاقي هدول العالم، صيدهم صيد تمام، وجرب وحط بالمكان الصح، بركي صار اكيد شيء. ان شاء الله هيك بنتمنى لك كل التوفيق. خلينا نحكي عن دورك، قريت مثلا من طفل بادوار بريئه الى دور عامل بملهى ليلي. خلينا نحكي ونرجع لمسلسل شارع شيكاغو. خلينا نحكي ليش هالانتقادات الكبيره، وانت شو رايك بالادوار الجريئه اللي صارت فيه؟ هلا نحن ما لنا متعودين على هيك نوع من انواع الادوار، وما لنا متعودين نشوف هذا الحكي، بس يعني شارع شيكاغو انعرض على او اس ان واللي هي مشفره، ونعرض على كثير قنوات مشفره، بعدين لما نعرض على القنوات اللي هي متاحه للجميع تقصص كثير. تمام. ايه لا انا برايي انه هاي الانتقادات مو بمحلها للاسف. تمام. وبدي يكون لاذع بهي الشغله، يلي مو حابب يتفرج على هيك شيء ما كان فتح على قناه مشفره وشاف. صح اكيد. من الاخر يعني. زائد انه هو فن، والفن ما في حدود. الفن قليل ادب، قليل ادب بكل ما تعنيه الكلمه، ما في قواعد. بيحكي واقع، اصلا واقع يعني
هذا يعني معلش نحن بننتقد هون بنفتح الشباك بنلاقي مصايب عم تصير اكثر. تمام. ايه فما فينا ننقد شيء ماله مطروح على العلن يعني لجميع الاعمار، هي اول شيء. ثاني شيء ان كان حدا فتح على الاو اس ان وشاف هذا الشيء وعم ينتقد لنقول حقه ينتقد، صار في منهم يتابعون من باب خلينا نفتح باب الدار ونشوف المصايب اللي لازم تنحل يعني. نعم. سليمان نحن كثير انبسطنا اليوم بلقائنا معك، فخورين بنجاحك وناطرين نجاحات اكثر ان شاء الله. فخورين بانه شاب عنده هالحماس، عنده هي يمكن هذا الامل ببكره بموهبته بالفن يلي هو تربى فيه من هو صغير. بدنا نتشكرك، كل التوفيق لك وينعاد عليك. شكرا لكم، رمضان كريم. بدي اقول شغله انه الحمد لله كل هذا الشيء بفضل محبه الناس، لولا محبه الناس ما بنسوى ولا شيء اكيد. طبعا وشكرا لكل الناس اللي دعموني فعلا من قلبي، وشكرا لكم وللجنود المجهولين أكيد. جميعا رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. واكيد وانت تميزت بادوار رائعه وانحفرت بذاكرتنا سليمان. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا والف مبروك على النجاح. وبدي وجه تحيه اكيد لوالدتك ووالدك وينعاد عليكم بالخير والسعاده. اكيد بنشوفك بنجاحات قادمه. شكرا لك ان شاء الله دوما موفق يا رب. لهون يا سمر بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي. بدي أتمنى لكم بقية نهار يكون مريح على كل الناس يا رب، هيك تحضيراتكم للعيد وتحضيرات الكل تكون مثل ما بدكم، وإن شاء الله يا رب هيك الأوضاع تكون أخف على كل الناس ويضل عنا أمل أنه بكرة أحسن والجاي أحلى إن شاء الله يا رب. ينعاد عليكم بألف خير، انتبهوا كثير منيح حالكم. وبدي عايدك يا سمر إن شاء الله هيك بينعاد عليك وعائلتك بكل شيء بتتمني يا حبيبة قلبي. ليا شكرا لك والله يحميك أنت وعائلتك، ينعاد عليكم أكيد وعليكم بالخير والسعادة. لهم نكون وصلنا لختام شوارنا الصباحي، انترونا بكرة على الساعة 10 من هون لوقتها، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.